السلام عليكم. اليوم بدي أحكي عن المدخنة ذات الشكل الرصاصة. تعرف هذه المدخنات بهذا الاسم بسبب شكلها الاسطواني وغطائها القبي، وتعتبر هذه المداخن طريقة شائعة وسهلة لتعلم الطهي البطيء ومنخفض الحرارة. تتكون هذه المدخنة من 3 أقسام. القسم السفلي بيحتوي على وعاء للفحم بالأسفل، وفوقه وعاء معلق للماء. بيهدف الوعاء المعلق للحفاظ على الحرارة واستقرار درجاتها، وبيعمل فيه بيئة تدخين رطبة. على الوعاء في شبك شواء لوضع اللحوم اللي بتحتاج وقت طويل للطهي، مثل الأضلاع، البريسكت، الكتف والفخذ. كمان بيحتوي على باب للتحكم في غرفة الفحم والحطب، وممكن من خلاله إضافة المزيد من الفحم والحطب للحفاظ على قوة النار. يليه القسم الأوسط، وهذا بيحتوي على فتحة لمراقبة الطعام ومقابض لتثبيت الجزء الأوسط أو فكه. في الجزء العلوي منه في شبك ثاني يستخدم للطهي الأطعمة اللي بتحتاج وقت أقل من الشبك السفلي، مثل الدجاج والأسماك وغيرها. أما القسم العلوي فبيتكون من غطاء على شكل قبة، وفي فتحات تهوية علوية وأحيانا مقياس لدرجة الحرارة، وطبعا مسكة لرفع الغطاء. وجود مستويين من شبك الشوي بيسمع هذا الشيء بيطهي كمية كبيرة من الأطعمة، يعني منحط الأطعمة اللي تحتاج لحرارة أو وقت أطول تحت، والأطعمة اللي تحتاج حرارة أو وقت أقل في الأعلى. وإذا كان عندنا نوع طعام واحد فيكفي أنه نحطه على الشبك السفلي. عند التحكم في فتحات التهوية واستخدام الفحم المناسب، يمكن وقتها ضبط درجات الحرارة للطهي بشكل صحيح. يمكن للمدخنة الاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة بتتراوح بين 225 و 250 درجة فهرنهايت لساعات طويلة. بدي أنبه على معلومة مهمة، أنه المدخنة تعتبر من المعدات مو سهلة الاستخدام، وتحتاج لممارسة والأتقان لاستخدامها، لأنه حركة الهواء فيها بتأخذ وقت أكثر من الشوايات العادية للوصول للشبكة العلوي. طبعا هذا الشيء بيؤدي إلى تقليل جزء من الحرارة. لذلك أنا بنصح المبتدئين بتدخين الطعام على المدخنة لمدة تتراوح بين ساعة وثلاث ساعات حسب نوع اللحم، وبعدين ينقلوا الطعام تبعهم للفرن الكهربائي لحتى يحافظوا على وقتهم ويضمنوا أنه يحققوا نتائج أفضل، وحتى لا يصابوا بإحباط. عند الرغبة في شراء مدخنة، اختار النوعية اللي بتحتوي على فتحات تهوية قابلة للتعديل للتحكم في الحرارة، وباب وصول لإضافة الفحم وخشب التدخين، ويكون فيه وعاء ماء كبير للمساعدة في استقرار درجات الحرارة، بالإضافة لوجود مقياس درجة الحرارة هيكون فائدة إضافية. والآن بعد ما انتهيت من الشرح عن المدخنة، حابب أعمل تجربة معكم باستخدام وصفة الدجاج واستخدام علبة مشروبات غازية. يعني هذه الوصفة إن شاء الله مميزة ومختلفة عن اللي شفتوه سابقا. منجهز المدخنة للحرارة متوسطة، ونترك المدخنة لمدة 15 دقيقة قبل الطهي لأن تسخن بشكل جيد. بالنسبة للمكونات والمقادير، طبعا هي موجودة في الوصف. بوعاء صغير بنخلط فيه ورق الغار المطحون، ملح الكوشر، الكزبرة المطحونة، البابريكا، بودرة الثوم، بودرة البصل، مسحوق الفلفل. وطبعا هتحتاجوا تأمنوا دجاجة كاملة، حاولوا تشوفوا ايش في اعلى وزن في السوق تجيبوه. طبعا بنصحكم يكون تازه، ما يكون من المجمد لانه هيكون طعمه غير ظريف. هنحتاج علبة مشروب غازي بسعة 330 مللتر. ندعك الدجاجة بالكامل بزيت الزيتون من جميع الجهات، بعدها منتبل الدجاجة من كل مكان بما في ذلك التجويف الداخلي بفرك التوابل. الآن نستخدم المجس، مندخل المجس على سطح متوازي، ندخله في الثدي يكون قريب عن العظم بدون ما يلمسه. نسكب كمية من المشروب الغازي بكاسة، ونترك الباقي العلبة. نضع العلبة على صينية، نمسك الدجاجة بوضع مستقيم وارجلها لأسفل، ومنخفضها ومنخفض التجويف الدجاجة فوق العلبة، يعني بحيث تركب الدجاجة على علبة المشروب الغازي. وإذا احتاجت الأرجل لترتيب لتثبيت الدجاجة فمنرتبها، ومنثني الأجنحة للخلف إذا احتاج الموضوع. الآن مننقل الدجاجة على الصينية، وبعدها مننقل الصينية لشبكة المدخنة ومنغلق الغطاء. منضيف حطب التفاح في المدخنة من تحت لحتى تعطي تدخين ونكهة مميزة للدجاج،
وبنطهي الدجاجة على حرارة متوسطة. بعد ما ينتهي الوقت هينبهنا المجس أو التطبيق إنه حان الوقت لإزالة الدجاجة. هنطلع الصينية بعناية من المدخنة وننقل الدجاج اللي لساته على العلبة للوحة التقطيع، وهنترك الدجاجة لمدة 10 دقائق على الأقل. بهذا الأثناء هتستمر درجة الحرارة الداخلية بالارتفاع. الآن بشيل المجس بعناية من الدجاجة وبخرج الدجاجة بعناية من العلبة، بحطها على سطح التقطيع وبقطعها وبقدمها. وصحتين.